السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل التحيات الطيبة إليكم مشاهدين عبر قناة الإيمان ومستمعين عبر أثير إذاعة البشائر. يسعدنا أن نطل عليكم في حلقة جديدة من برنامج حكيم مسؤول. من وحي القضايا المعيشية التي تهم كل المواطنين وما أكثرها في هذه الأيام، القضايا التي ربما تشغل بالنا وربما تطرح حولها الكثير من التساؤلات، لا سيما في ظل عدم وجود أفق لحلول أو استشراف لمستقبل قريب أو بعيد. نطلع عليكم في هذه المحطة وموضوع جديد نطرحه على مسامعكم. الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم مشاهدينا ومستمعينا موضوع إنساني بحت، بالرغم من كل ما أفرزته الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان منذ أكثر من 3 سنوات، وقد تفاوتت ربما ارتدادات هذه الهزة الاقتصادية على مختلف ميادين الحياة، ولكن يبقى للشق الطبي والصحي النصيب الأكبر بتلقي إفرازات هذا الواقع، وبالنهاية وجود وجع كبير في هذا القطاع الذي هو ينزف إلى اليوم بأكثر من وجه. اليوم اخترنا أن نتحدث عن حالة إنسانية كارثية إذا صح التعبير تصيب المواطن اللبناني، خاصة المصاب بالمرض المستعصي وتحديدا أيضا مرض السرطان. هؤلاء المرضى اليوم لا يجدون دواءهم، لا يستطيعون دفع تكاليف علاجهم، لا يلقون بالا من الوزارة ومن الدولة. نسمع خططا، نسمع استراتيجيات، ولكن على أرض الواقع ثمة من يتألم، ثمة من يتوجع، ثمة من يستسلم ويقبع في منزله منتظرا الموت، لأنه لا يستطيع أن يتحمل كلفة العلاج. حتى لو تأمنت التكاليف الخاصة بالعلاج وجئنا بالدواء من الخارج، قد لا نسلم من التزوير وطبعا هذه العمليات الاحتيال التي أيضا في بعض الحالات تودي بصحة الإنسان وتؤدي به إلى الموت. الدواء مفقود والدولة لا تفي بالوعود، عنوان عريض اخترناه لهذه الحلقة. ويسعدنا أن نرحب معنا في الاستوديو لطرح كل الإشكاليات التي يحمل هذا الموضوع بضيفنا البروفيسور الدكتور نزار بيطار، وهو اختصاصي بأمراض الدم والأورام الخبيثة. والدكتور نزار كان رئيسا سابقا للجمعية اللبنانية لأطباء التورم الخبيث في لبنان. أهلا وسهلا فيك. أهلا بروفيسور. صباح الخير المستمعين كمان. يا هلا، أنا بشكر حضرتك على قبولك الدعوة للإطلال معنا. نعرف وقتك، أكيد حضرتك متابع للكثير من الحالات، وقتك ثمين، ولكن يمكن يستاهل الأمر أنه نحن نطلع بهالأيام على الإعلام ونعرف الناس على المأساة اللي عم بتصير. أول شيء المسألة مش مسألة وقت، مسألة إذا كان الحكي قديش بينفع والشكوى قديش بتنفع. مزبوط. يعني صرنا طالعين عدة مرات وغيري طلع ونحن طلعنا، ولكن انت قلتي عنوان الحلقه هي الدواء مفقود والدوله لا تفي بالوعود. والدوله لا تفي بالوعود. صحيح. الدوله مش انه مش عم تفي بالوعود، ما وعدتنا شيء من الاساس. الدوله عم تسحب من تحت اجران الناس المكتسبات اللي اكتسبتهم الناس بالسنين الماضيه. نعم. وهي كانت سنين عجاف مثل السنين هيدي، يعني ما كنا نحن ببحبوحه اقتصاديه، كنا ببحبوحه اقتصاديه مزوره موهومه. فضحوها الدوله. هلا ما في وعود جديده، مش وعدتنا بشيء. نعم. كل شيء مكتسبات. بس عم نسمع انه بدنا نعمل دعم الدواء. لا كلها انت مثل ما قلتي لا تفي بالوعود. هيدي وعود بيعطيكي وعد، وبس يروح على شغله بيسحب الاقتصاد من تحت جريكي، لانه انت بيكون بنجي قدرك وبشق بدون بيعرفك مش حتتوجعي، لانه الوعد اللي اعطاك اياه بيطفي لك المك لكم يوم. وهكذا دواليك ماشيين بهيدا النوع من هذا التوصيف السليم للواقع اليوم. توصيف للواقع اللي هلا حضرتك اوحيتي لي فيه. نعم. لما عم تقولي الدواء مفقود والدوله لا تفي بالوعود، ما في وعود. وعود مش مضبوطه، عرفتي كيف؟ يعني نعم. كان مثلا قبل الدواء مدعوم، المرضى تعودوا على
طريقة والحكمة والجسم الطبي والمستشفيات على نظام صحي راقي، نظام صحي يوازي الأنظمة الصحية بأحلى مستشفى الشرق العالم. كنا وفجأة السياسات المتبعة هي سياسات لزيادة إفقار الناس ولزيادة الضغط على الناس من جملة الحصار الاقتصادي المعمول علينا من برا. أنت بتعرفي نحن أحد أوجه الحصار يعني. أحد أوجه الحصار نحن مشكلتنا هي الحصار الاقتصادي نحن فيه والتماشي مع مع الأساتذة اللي بيعطوا أوامر لتلاميذهم بالبلد بيعملوا مثل ما بدهم. بقى النظام الصحي بلبنان والمستوى الطلب بلبنان مشي مع هالمسيرة هيدي، يعني الانهيار مثل ما قلتي الانهيار بكل القطاعات وكمان بالقطاع الصحي أصيب بانهيار. بس هو ربما يعني يكون الكارثة الأكبر بروفيسور موضوع القطاع الصحي، لأنه الناس ما بتتحمل. يعني فرضا أنا اليوم في إشي استغنيت عنها كتير بحياتي، يعني وغيرت حتى نمط حياتي تماشيا مع هالأزمة. كتير مني بس الموضوع الصحي أنه أنا بدي دواء بدي علاج قبل الدواء قبل العلاج. اليوم عم يتشخص المريض، عم يجي المريض بنكتشف عنده مرض بده ينعمل له عينه، بدك تاخدي خزعه والخزعه اوليه ايه فحصات اوليه بدك صور شعاعيه بدك خزعه بدك مرات بنعمل فحوصات خاصه على الخزعه اللي بناخدها، يعني مكلفه تقريبا من لحظه اللي بتشوفي الورم للحظه اللي بتاخدي كل النتائج لتبلشي بالعلاج معدل عام 45 50 مليون ليره. هاي الكلفه ما قبل البدء بالعلاج. اليوم في شريحه من هالمرضى رجعنا نحكمهم بما يسمى علاج تلطيفي صافي بدون أدوية، يعني مريض نكتشف عنده مرض بمراحل متقدمة بس يسمع كلفة الخزعة وكلفة الفحوصات وكلفة وهو مش قادر قبل ما نبلش بالعلاج. عرفت كيف بيشحط فريم وبيقلنا أنا من بيقولولنا أهله أو هني إنه نحن ما قادرين نتحمل النفقة هاي وما فينا نفوت، إذا بعدنا ما فتنا بالعلاج ما فينا نفوت، خلينا نتركه ونعطيه مهدئات أو مسكنات للوجع أو مسكنات. بس هذا بيأخر العلاج، ما خلص ما بقى في علاج، ما بيقعد في علاج خاص هيك. أبدا ننطره، منخلي الطبيعة تاخد مجراها، يعني نلحق تطور المرض مثل ما هو، ومن مسكن إلى مسكن، والمعاناة اللي بيعانيها المريض أكيد أكبر بكتير من لو أنه حصل على علاج خفف حجم المرض وغيرنا مسيرة المرض. يعني لأنه بتعرفي بعلاج أمراض السرطان في عنا نوعين من العلاجات أو هدفين من أهداف العلاج. هدف أنه المريض يصح، في عنا أمراض بتعرفي 60% من أمراض السرطان حاليا تشفى شفاء نهائي، يعني المريض و 40% بيجوا بحالات متقدمة أو أمراض بتعاود بترجع بتجي. هيدي بنعطيها ما يسمى بعلاجات ملطفة، ولكن علاجات كيميائية ومناعية وكذا بتحجم المرض، نوعية الحياة طبعا المريض بتتحسن وممكن انه عمره يزيد كم سنة نتيجة هالعلاجات هيدي. فإذا بس يكون العلاج ملطف، وفي عنا شريحة من الناس اللي عندهم أورام متقدمة بنعطيهم علاج متقدم فقط، يعني علاج ملطف فقط يعتمد على المسكنات والمهدئات وعلاج العوارض اللي ناتجة عن المرض. هذا بنسميه علاج ملطف. أو هلأ في ناس عم تختار انه تاخد علاجات ملطفة لانه مش قادرة تواجه الكلفة تفوت لانه لحقت وفاتت. في عندك العلاج، الادوية، كلفة الادوية، عندك مضاعفات العلاج، عندك المريض اذا اخد علاج وصار معه اي مضاعفات اي كمان بدأ متعات. يعني اذا عمل بيصير بده يروح على الطوارئ، وبالطوارئ بدك تعملي له فحوصات وبدك تدخليه مستشفى 4-5 أيام لتعالجيه من المضاعفات تبع العلاج اللي صار معه. الوضع الحالي ما بقى يسمح بهال يعني بهاللوكس طرف في طرف في حالة طبيعية. هي كانت حالة يعني طبيعية هلا صارت تعتبر قبل 2019، يعني حتى بال 2019 كان بعض الوضع مقبول. بال 2020 يعني ها نتفي. بس حاليا حتى كلفة تشخيص المرض
بعدنا ما بلشنا يعني بعدنا ما بلشنا في ناس عم توقف عند هالنقطة هاي. طيب دكتور خلينا نعطي شوية أرقام لو سمحت للمتابعين. سجل لبنان 28,764 إصابة بالسرطان في السنوات الخمس الأخيرة، بينهم 11,600 إصابة العام 2020 بحسب ما نشره المرصد العالمي للسرطان المنبثق عن منظمة الصحة العالمية بأذار العام 2021. لبنان بلد صغير دكتور، لما بنقرأ هذه الأرقام شوفي حضرتك هلأ بتصرح لنا رح لك كيف نتطلع بالموضوع. هلأ السجل الوطني للسرطان اللي آخر إحصائيات له، وهي إحصائيات دقيقة بتفرز بس الناس اللي من الجنسية اللبنانية اللي عايشين على الأراضي اللبنانية اللي انصابوا بسرطان، يعني بتاخد بعين الاعتبار جنسية ده. أنا بتصور وإذا من وراء السجل الوطني كوني اشتغلت فيه من حسب مواقع العديدة، بتصور إنه لبنان سنوياً في عنا حوالي 15-16 ألف حالة سرطان جديد بيتشخصوا بلبنان. هو عدد مرتفع. عدد مرتفع بس نحسي بس نقول 15-16 ألف حالة العدد الإجمالي للأمراض. نعم. كل السرطانات. بس هلا في عندك مثلاً نسبة نعم. في فئات في إيه طبعاً إذا بتيجي بتاخدي السرطانات الأكثر شيوعاً مثلاً عند المرأة أو الأكثر شيوعاً عند الرجال، هون بتاخدي كتلة كبيرة من السرطانات اللي هي تاخد البادجت الكبيري من او الاهتمام الاكبر من الاطباء ومن الدوله ومن الدوله، اللي هن عند المراه مثل ما بتعرفي 30% من سرطانات المراه هن سرطان الثدي لحاله بشكل 30% من السرطانات عند المراه. ثاني سرطان المصران الكولون، بعدين بيجيكي سرطانات الغدد اللمفاويه وغيره وغيره. وعند الرجال اول ثلاث سرطانات هن او دي بيتسابقوا مع بعضهم، مين الأول مين الثاني مين الثالث، هني سرطان الرئة والمتاني يعني المبولي والبروستات، ورابع سرطان بيجي سرطان المصرع يعني الكولون. هل مجموعة السرطانات الثدي من مال والمصران عند المرأة والأربع سرطانات عند الرجال اللي هني البروستات المثاني والرئة والمصران بشكل تقريبا 75% من إجمالي السرطانات كلهم إذا بدك، يعني هذا رقم لا يستهان فيه يعني. هودي في عليهم نحن شوفي المشكلة اللي عايشينها بلبنان هلا حاليا، لازم المسؤولين يعرفوا إنه في عنا أدوية أساسية هيدي لازم الدعم يرجع إلها. شيلوا الدعم عن أدوية أساسية، بس نقول أدوية أساسية شو معناتها؟ أدوية أساسية بتعالج تقريباً 70-80% من الأمراض اللي قلت لك عنها منحتاجها، وأدوية ليست باهظة الثمن، وأدوية حاجتها كبيرة للأمراض التي تشفى. يعني عندك مثلاً أمراض الجهاز المناعي، بعض الأمراض السرطانات الدم إلى آخره، هيدولي يشفوا حتى بسرطان الثدي، بعض حالات سرطان الرئة، بعض حالات سرطان المصران، بعض هم بيحكي يشفوا نهائيا بفضل هالأدوية اللي بنسميها هي الأدوية الأساسية. هيدي نرفع الدعم عنا اليوم أنا هيدي دكتور، نرفع الدعم عن كل هالأدوية الأساسية اللي هي حطوها بكاتيجوري يعني بفئة معينة، ثقبت إنه كل هالأدوية موجودة بهالفئة هاي، رفعوا الدعم عنهم. بس اليوم بنسمع إنه وهن بعد أدوية السرطان ما رفع الدعم عنهم. صحيح. خلي كفيلك هن هالأدوية الأساسية هيدول اللي هن مطلوبين من شريحة كبيرة من الناس، لشريحة كبيرة من الأورام، لحالات كتيرة وبيناتهم حالات شافية، انشال الدعم عنهم. تبعتي كيف؟ وهن هيدول الأدوية بطبيعة الحال منهم كتير غاليين. يعني السياسي كانت كان فينا مثلا نأمن الأدوية الأساسية للناس أو نخلي الدعم على الأدوية، لأنه اليوم شو صار؟ صار المريض الدواء اللي كان حقه 200 ألف صار حقه 6 ملايين أو 8 ملايين. ما المواطن العادي ما زاد معاشه 30 مرة لحتى لي كلفة العلاج تبعه اللي زادت 30 مرة يقدر يواجه هالصعوبات هيدي. اليوم وجهات الضامنة كمان ما رفعت أيوة التغطية الأدوية المدعومة الجهات الضامنة ضلت لأن الدولة دامتها ضلت لا منيح عم بتغطيها عم بيغطوها للأدوية المدعومة. بس لما بيكون الدواء مش مدعوم
والجهات الضامنة ما بتغطي على السعر اللي مش مدعوم، بتغطي بعدها على السعر المدعوم. يعني شوف الفرق اللي صار، صار المواطن هو إن كان من أي فئة ضامنة بده يدفع هو الفرق، بده هو يروح يأمن دواء لحتى يروح على المستشفى ياخده، مما يؤدي إلى تأخير بالعلاج، إلى عدم العلاج، إلى العلاج بطريقة يعني مش كتير بتحترم البروتوكول العلاجي، مش منتظمة، مش منتظمة، وهالشي هذا بينعكس طبعا على نتيجة العلاج. وأكتر اللي بيقهر أكتر واللي يعني الصادم بهالموضوع أنه الأدوية الأساسية اللي بتتوجه للأمراض اللي بتشفى، وهيدي بتلاقي مريض أنه ممكن يصح، ممكن يشفى من مرضه، مش عم يقدر ياخد علاجه لأسباب حرام، لأنه رفع الدعم على الأدوية. لذلك أنا برأيي لازم يرجع الدعم على شريحة كبيرة من الأدوية الأساسية. هيدي مطلب يعني ما في مفر منه. هني رفعوا الدعم بحجة أنه الدواء عم فقد تهريبه، وصار تهريبه، بس ما فيني يعني طيب لما كان الدواء مفقود كان اللي عم يدفع الثمن هو المواطن، لما رفعت الدعم صار اللي عم يدفع نفس الشيء. خلوا الدعم على بعض الأدوية، على بعض الأنواع، يعني ما هو في الدواء بيكون له بديل أو بديل أو جينيريك أو بايوسيميلر، خلوا من كل دواء نوع واحد مدعوم. هالنوع الواحد المدعوم انفقد للأسف. هلأ ما بعرف رأي رئيس الصيادلي، نائب الصيادلي، شو عملوا؟ شوفوا عم تروح الأدوية، الأدوية الرخيصة بهمهم يبيعوا الأدوية الغالية، انفقدوا من السوق، خفوها، خفوها. يعني اليوم أنت عم تصلح الغلط بالغلط، عم توقعي بغلط أكبر بنتيجة. بس بروفيسور حتى المدعوم اليوم غير موجود، يعني مش أنه هلأ أن نقول والله بعد الدولة مبسوطة أنه عم يدعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية، السوق اللبناني، بس منه موجود. السوق اللبناني والنظام المالي بلبنان بيعلموك، يعني إذا حدا مراقب جيد بيتعلم كل ضروب الاحتيال والسرقة من وراء، والسرقة من وراء، بيعمل فيهم أحلى أطروحة، يعني أحلى كل السبل اللي بتربح مصاري بيعرفوها. يعني الدواء المدعوم ايه مزبوط، إذا كان مدعوم بلبنان وسعره أغلى برا بيستفيدوا من فرق السعر، بياخدوا لبرا، مزبوط، بيتهرب، بيتهرب. وإذا كان مدعوم بينباع. هلأ حاليا جزء من الآلية ماشي، يعني أنا عندي مريض بده دواء مدعوم، عم بكتب الوصفة، عم ببعتها على الصيدلي، الصيدلي مفروض يتلفن للوكيل، الوكيل ببعت له الدواء على الصيدلي، المريض بيستلم دواء من الصيدلي. يعني في آلية، جزء من هالآلية هيدي ماشي. يعني في ناس، لحتى نكون يعني عادلين بحكينا، بطرح الصورة، في ناس عم تستحصل على أدويتها، ولكن عايشي بقلق أنه أنا عندي إبرة شهر الجاي هل حلاقيها أو ما رح لاقيها. عايشين بقلق. أنا بقول لهم للناس خدوها هلأ، ومن هلأ لشهر يمكن الله يفرجها، يمكن تنحل القصة. يمكن بالنسبة كمان المركز الكارانتينا اللي هو يفترض تابع لوزارة الصحة وبيأمن هيك أدوية، ما بعرف كمان مركز الكارانتينا هو مركز توزيع أدوية. هلأ الآلية تغيرت شوي، صارت أحسن، بتكون الآلية أفضل بروفيسور، لما هي الوزارة بتستلم توزيع هذه الأدوية. عم تتغير الآلية شوي شوي، عم يعملوا مراكز توزيع بالمناطق النبطية، طرابلس إلى آخره، وصار في مندوبين بكل هالمناطق هيدي، مندوبين لوزارة الصحة عم بتب عبر تسليم الدواء للمريض. وهي الآلية نسبيا يعني ماشي حالة، عرفتي كيف؟ بس بينزل المريض بس هلا لا هلا في دواء، في بيبقى انه الناس اللي ما عندهم بالمناطق تبعهم مركز ليستلموا الدواء منه بدهم ينزلوا هن بنفسهم على الكارانتين، عم بيتكلف هون. يعني كمان انا بقول انه الشغل هذا شغل يستمر وبدون مش رح يتوقف. وهلا يعني في خطوه جديده بلشنا فيها من 5-6 سنين، وهلا الشباب المستشارين بالوزاره الحاليه عم بكفوا فيها، هي مكننه تقديم الطلب على الوزارة، و يعني بلشت تقلع. يعني هلأ عم نجنب المريض روحة مرة تانية على الوزارة، عم بيروح مباشرة على الكارانتينا يستلم دواء،
أو الدواء عم يوصل له على المركز عبر هال الآلية اللي هي إلكترونية، يعني بدون أوراق بدون روحة وبدون مجوى، ماشي حالة يعني بلشت تتقلع. في خطوات عم تمشي، بلشنا فيها من أيام دكتور جبق بالزمانات، حطينا خطوط العريضة ورسمنا الهذا وكفينا شوي، وهلأ إجوا الشباب صار مارق ولايتين عم يشتغلوا الشباب ماشي حالة، يعني مفروض أنه كمان تساعد شوي بتقليل المعاناة اللي عم بيعاني من المريض. بس هلأ الآليات ما رح تنفع كمان بروفيسور إذا الدواء نفسه دواء مش موجود، يعني شوفي شو ما تعمل آليات شو بدها تنفعني؟ حلك مثل ما قلت لك هون، إذا بدك مراقب غير أنا ما فيني يكون مراقب وأحكي بهالمواضيع هيدي، بيتعلم الفنون كيف ممكن الدواء يختفي بسحر ساحر، يعني يكون موجود وفجأة ما بقى في دواء، فجأة في دواء، فجأة في هيدي، بتعرفي يعني بدها مهارة تتطلب بدك بلد، يعني مش رح نتجنى على القضاء وعلى الآليات اللي بكله السيستم كله مش ماشي، بدنا يتاخذ القرار بأنه نظم الصير بالبلد بيتنظم كل شيء. أنا المؤشر هو بس تشوفي بوليس عم بيوقف مش عم بيساعد المتظاهرين ليحرقوا الدواليب او لحتى يعملوا بتقولي فرجت هذا مؤشر اساسي، هذا مؤشر اساسي بس نفهم شو عم بيزفتوا محلات معينه لحتى لي من هذا. بتعرفي انه كلمة تزفيت مش معناتها زفت، يعني معناتها اصلاح، بلشنا بالاصلاح. بس نبلش ناخد نستبشر خير. دكتور في ادوية اساسية بالعلاج وباهظة الثمن، يعني انا احد الاشخاص قال لي تقريبا في عنده دواء بياخده $6,000. مزبوط. ايه بيوصل لهال مزبوط. ايه في للاسف هو وقف العلاج اليوم لانه خلص ما قدر. ليكي هو هي كلمة دواء اساسي، في بعض الادوية اللي باهظين الدواء الاساسي بيصير اسمه اساسي لما بيكون في له عدة شروط. من أهم هالشروط هاي إنه يكون دواء إذا المريض أخده بيشفى بصح، ساعتها بيصير دواء أساسي. أو لما إذا المريض أخده والدواء بهالحالة هاي ما بنقعد ننظر لسعره، أو بيكون في شريحة كتير كبيرة من الناس بحاجته. أي تفضل دكتور. عرفتي كيف؟ هيدي ايه هلا ممكن في حالات معينة، هلا في مرات أدوية ما بنعتمدها كأدوية أساسية بينما هي بتكون بتساعد بشفاء بعض الأمراض. عددها بتعرفي كل الأدوية الدواء مش لمرض واحد، مرات الدواء لما بتعتمدي بدك تعتمدي بحالات معينة، مرات في أدوية أساسية غالية الثمن باهظة الثمن، يعني النظام الطبي النظام الصحي بحي الله بلد بيعتمدها للعلاج لأنه الفايدة منها كبيرة كتير كتير كتير، وللأسف مرات كتير بيكون في أدوية باهظة الثمن ولكن ما بتنفع البنفت تبعها الفايدة تبعها جانبية وبيعتمدوها لأنه بيكون في بتعرفي قادرين أصحاب الأدوية هيدي يوصلوا للقرار، يعني يوصلوا يوهموا بواسطة الإعلام إنه هالدواء هيدا فعال كتير كتير كتير. تسويق واستهلاك. الإعلام بيساعد بهالشي، والجسم الطبي بيساعد بهالشي لأنه الجسم الطبي بينشغل عليه والمسؤولين اللي بيسجلوا الدواء بينشغل عليهم. يعني مرات بيطلع دواء جديد، بتعرفي بهالسنين اللي مرقت كل يوم بتشوفي على الانترنت بيصوروا لك دواء او على وسائل التواصل وبيقولوا لك هالدواء يشفي كل الامراض. مزبوط. عرفتي كيف؟ هيدي وسيله من وسائل الضغط على النظام الصحي بالبلد لحتى يسجل الدواء بحالات حيث الفايدة من هالدواء هالعلاج هذا هي فايدة جانبية. أحيانا طبعا النظام بده الواحد يكون واعي وبده يقف وجه هال، يعني هذه كمان متاجرة بصحة العالم في سبيل الربح، هلا هي تجارة خلينا نقول، يعني كل الناس تبغي يعني مصالحها بتفتش على بس مش حسب مصلحة بس الواحد هو ما بده يكون يعني بده يكون فتح عينه ويعرف ميز. هذا طبعا المعالج هو اللي بيتابع هو المعالج، يعني كل انسان لازم يسمح له لانه كمان احيانا الطبيب بيكون متواطئ مع هذه الشركات. ليكي هو مع احترامنا للناس الشرفاء 100%. ليكي اللي قلت لك اللي عم بيسوق ذكي كثير اذكى مني
يعني طبعا هو عنده إلية وهذا علم اليوم التسويق بقى بيشوف من هن الجهات المعنيين اللي بدي أثر عليهم. والإعلام كمان ما تنسي الإعلام له دور كتير كتير كبير. الإعلام كمان ما بيمرق شيء طبعا بشكل وبيغير والمسؤولين اللي بيسجلوا كمان الدواء. ليش المسؤول اللي عم بيسجل الدواء في إلا كده الدواء جنبي أنا ما بسجله بهالحالة هاي انتهى الموضوع بيقطع الطريق على الكل. بس لما هو بيكون هو بحجة انه الإعلام كتير كبير عم يحكي ويصرخ ويشيل والناس بدها اياه عم تطالب بالدواء والطبيب بيمسك هالورقة والقلم بيكتبوا يعني بيصير بيحطوا على ورقة وكله يحرج مش يحرج لحدا ما حدا بيحرج يعني. بس هي سلسلة بدك تعرفي بمحل من المحلات لازم إذا كان في رقابة على هالموضوع هذا ما بتخلي هالسلسلة تكتمل. وأحيانا بيكون في دواء ضروري جدا جدا وفي نفس الصعوبات لحتى ينسجلوا ونمرقوا للناس. يعني بدك تضغطي على النظام الصحي لأنه الدواء غالي كتير بتقولي دبر راسك جيب مصاري هالدواء هذا فعال وهذا مفيد وبدك تجيبه. يعني بدك تاخدي شمولية الموضوع مش يعني. صحيح في يعني أكثر من وجهة في 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 أدوية كتير غالية أكيد طيب بدنا نظبط القعدة شوي حسب إشارة المخرج. يلا خلينا نكفي الحكي مع البروفيسور بس بموضوع كمان استيراد الدواء اليوم. هذه نقطة كتير مهمة بروفيسور. في ناس عم تشتري الدواء من برا سمعت في ناس بتجيبه من الهند يمكن أقرب شوي تركيا أو غيره. شو المطبات اللي عم بتكون كمان بهذا الموضوع وأحيانا عم بيقع التزوير وهذا يعني عم نتكلف وعم ندفع وإخشي عم يجي مزور أو لا يتلائم مع طبيعة العلاج اللي عم ناخده. للأسف في ناس عم بجسمهم يعمل ردة فعل كتير قوية عم بتعجل بتدهور صحتهم. هلا شوفي باختصار لما بيكون دواء حقه $1,000 عرفتي كيف نعم. إذا بدك تزوري حرزاني يعني انه واحد تصنيع العبوه المزوره نعم بكلف 10% من حق من السعر المبيع تبع يعني بكون يعني سيمتري بالعالم كله نفس الشيء بالعالم كله بمحلات كثيره طبعا بالعالم اللي حيث الامور شوي مش كثير مضبوطه بتمرق هالشغلات هيدي. هلا المشكله الكبيره وين المشكله انه نحن إذا أعطينا وصفة لمريض ومريض عنده بتعرفي نص اللبنانية أو ثلاثة أرباع اللبنانية عندهم عالم برا وبعدين الناس رايحة جاية على لبنان من لبنان ومن برات لبنان وهذا عم بيصير نقل أدوية كتير من برا. هيدا شكل انفراج للواقع ما شكل أو بالعكس. لا خلق محاذير جديد. أنا بشوف الزاوية الثانية في دولارات كتير عم تظهر عملة صعبة عم تظهر من لبنان لشراء هالأدوية هاي وخلي جوا وهيدي أول شيء نخسر تاني شيء أنا يعني نحن خسرين تاني شيء ما فيش عنا رقابة على كل هالإشياء اللي عم نستوردها ما في رقابة لأنه عم يجي الدواء بيجي علبة كرتوني مكتوب على اسم الدواء وبيجي المريض بيسألك هذا الدواء هو زيته طب شو بتقولي له بتقولي له حسب الاسم هو زيته يعني اللي مبين إنه نفس التركيب نفس الشيء بس ما في نضمن لك شو في بقلبه للدواء أنت كدكتور تتصرف بروفيسور حالة تتبنى هذا الدواء أو تحمل المريض المسؤولية لا ما فيك تحمل المريض المسؤولية بالنهاية نحن المسؤولين نحن اللي عم نعطي المسؤولية إذا أنت بدك هذا الدواء اللي أنت ما لك علم فيه مهما كلف الأمر ما فينا نجرب ما لنا بالحق نجرب نحن ما بنعمل تجارب على البشر. تسمح لي لأنه في عنا اتصال لازم نرجع بنقش هذه النقطة لأنها جوهرية بتنضم لنا مشكورة إحدى المريضات اللي هي عم بتعاني من مرض السرطان أكيد ما رح نذكر الاسم ولا شيء بس بدنا نستمع ونسمع اليوم اللي عم بيتابعنا شو المعاناة اللي عم بتكون موجودة على أرض الواقع. بنقلك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك وألف سلامة لقلبك. الله يسلمك بس بدي أقول أنا مش أنا المريضة أختي. أختك المريضة؟ إيه أختي. طب بس أكيد أنتوا عم بتعانوا معاها يعني فينا أنا يعني نعم معاني طيب كيف عم تقدروا تأمنوا هل بالأحرى عم تقدروا تأمنوا الدواء دي عم بيكون في صعوبة بهالموضوع؟ والله بالدواء كتير كتير عم نلاقي صعوبة والله خلينا الدكتور هو اللي عم بيأملنا إياه ونحن مضمونين يعني على شيء دولي بس ما في شيء عم بتغطي؟ ما بتغطي يعني إلا القليل 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 يعني إذا غطت هايدي كمان يعني نعم طيب وعم يلتقى الدواء يعني بسهولة أو لا أو بالأحرى عم بيكون قادرين تدفعوا الفرق إذا حتى إذا لقيتوا الدواء لا أكيد يعني أكيد الفرق مش عم نقدر ندفعه يعني
انا مثلا بدي اقول لك مثلا انا يعني انا عندي 3 خيات بالبيت وانا الرابعه ما حدا موظف فيهم بس الا انا وانا اللي عم بعاني يعني من اول ما اكتشفنا مرض اختي لهلا صرنا حاطين شيء 100 مليون ووظيفتي انا يعني انا بقبض 2.5 مليون يعني وبدنا هاي الجمعيات الخيرين ايدهم بيضة هيك بدنا نفوت لعندهم لحتى يأمنونا بعد عنده علاج وبعد عنده عملية يعني كمان نعم. شو حالتها النفسية قدام هذا الواقع انه هي بتحس حالها انه عندها قلق اذا بتلاقي الدواء او ما بتلاقي اذا قادرة تدفع حقه او لا ده عم بيأثر عليها كتير بس نحن منخليها تضل عندها امل عم بتساعدها هيك نساعدها لحتى ما صحتها ما تتدهور نعم. شو الكلمة اللي بتحب تقوليها توجيها لحدا بهالبلد ما بعرف قد بعد في عندنا عمل فيهم بدي أشكر الدكتور اللي عم بيعالج أختي والأيد البيضاء هاي اللي عم تساعدنا كمان والحمد لله الحمد لله على كل شيء إن شاء الله على سلامي يا رب والعند ربنا مش عند حدا أكيد رحمته واسعة وألف سلامي لقلبه وإن شاء الله بتتمثل للشفاء شكرا لإلك لأنك شاركتينا بهذه التجربة الخاصة يعطيك العافية طبعا هيدا نموذج يعني يمكن وبعد في حالات أصعب دكتور كله هيك بتعرفي البروتوكول العلاجي بس بدي زيد شغلي برات بيكون في 3-4 أدوية يعني بتلاقي دواء من الأدوية أو بيكون في دواء مفقود من الأدوية يعني هون بيمشي الباقي العلاج أو بيوقف يعني شو رأيك أنت إذا كنت محلنا بتعمل إذا أنت عندك 4 ضيوف 2 بتعمل البرنامج تبعك ولا ما بتعمل في لا في عنا ضيفة تعملي بس بنعمل لك ضيف الاستديو الأساسي تعملي الحلقة تبعك بس بتكون ناقصة بيكون في وجهة نظر مش مبينة يعني مزبوط بالعلاج هون المشكلة إنه في حياة وموت أحيانا البروتوكول بيكون ناقصنا دواء وإجا وقت العلاج ومش عارفين إذا حيتأمن بهالثلاث أيام اللي بدهم يشوفوا مجبورين نعطي عندنا عدة خيارات قدامنا بدنا نعطي العلاج ناقص وعلى أمل إننا نلاقيه بالفترة الجاية بيكمل من الرجع يعني هيدي إحدى المشاكل الكبيرة إنه العلاجات مش عم تكون منتظمة والعلاجات مش عم تكون عم تاخد الأدوية ممكن تتفاجأوا إنه تراجع العلاج من حيث لم تدروا يعني نتيجة هاي أي نتيجة أكيد هلا إحنا من مرحلة سابقة مفروض إنه يعني نشد الهم نعمل يكون عنا دراسات بس ولكن لوجستي ما عندناش امكانيات لوجستية لنقوم بهالدراسات هيدي كل شيء موثق وهيدي بدها مبينة واضحة يعني بنعمل وزارة شغل لا شغل حتى شغل المؤسسات يعني بس كمان بدها هيدي تتطلب مجهود وتتطلب كلفة على كل الأحوال اللي عم قوله انه هيدي شأنها شأن كل المرضى هذا مثل مريض بيكون عنده مؤسسة ضامنة بيجي المؤسسة الدواء مرفوع الدعم عنه كان حقه 600,000-700,000 ليرة هلأ حقه 10-12 مليون المؤسسة الضامنة بتعوض من حق الدواء 600,000-700,000 بيبقى شيء يعني المبلغ الكبير اللي هو بالملايين المريض بده يدفعهم كل 21 يوم أو كل 15 يوم أو كل شهر طيب شو عم عنده مطبعة مصاري يعني منين بدهم يجيبوا مثل حالة هالمريضة هيدي إنه مليونين بس لا إنه بنحلي فيه أيدي بيضة وبنحلي فيه الاتكال اليوم على هيدي النقطة يعني اللبناني عنده... حتى على السوشيال ميديا كتير عم نلاحظ إنه مريض عنده علاج بس شوفي بس حلي ما بيعمل حل جذري هذا مش حل إنه أنا اليوم فرد إجي ضحي بتعبي وبشغلي لقاء إني أخدم خدمة صغيرة الانعكاس علي كمان عم بيكون كتير كبير لأنه ما تنسي كمان إنه الجسم الطبي اللي باقي بلبنان هو يا باقي التزام منه بقضية يا باقي لأنه تعب من الشغل ما عادش فيه يقدر يسافر ويا أنه قدران يبقى لأنه الظروف مساعدته في عندك مستشفيات تدفع شيء بيسموه حد أدنى للأجور خلينا نسمي هيك بس بالفريش دولار 3-4,000 دولار علشان هيك حكماهم صامدين بهالمؤسسات الكبيرة وإلا كانوا كله فل ما تنسي أنه 30-35% من جسم الطب اللي بيحكم أمراض السرطان بلبنان صار برا فالحكمة كتير وفي حكمة عم بيروحوا بيجوا حرام هودي مقضينا رايحين جايين بالطيارة بيروحوا 10 أيام بيرجعوا 10 أيام لا المريض بيتحكم مثل الخلق لا إذا بده يتلفن برد عليه لا يعني هالمعاناة للجسم الطبي كمان بدنا نفتح صفحتها ونحكي إنه كمان التسعيرة اللي كانت تدفع
الدولي لقاء الأعمال الطبية اللي كنا نعملها. هلا يمكن بلشت تتحسن شوي بعد رفعوها، سمعت رفعوها نتفي، بس إنه بس إنه بعد سنتين من الشغل شبه مجاني بقى، مش التسعيرة الطبية اللي هي عم بتأثر على كلفة العلاج وعلى الهيد اللي هي ماشي قدام كلفة العلاج الكبيرة، كلفة العلاجات الكبيرة. يعني لما مريض بيدفع 25 مليون حق دواء عم ياخده تحت إشراف الحكيم اللي هذا إنه الحكيم أكيد طبعا عم ياخد ما بعرف ما فيني شو قديش من كل من من هالقيمة هاي. بقى هيدي أدت إلى هجرة شريحة كبيرة من الأطباء، و صار في نقص عندنا، في نقص كبير وفي ضغط كبير على الـ على الـ وبعدين المستشفيات الظروف اللي عم تشتغل فيها المؤسسات الصحية، بس تحكي عندهم انت اليوم ببلد شأن الصناعات المصانع والمعامل بتسمعيهم كلهم بيحكوا نفس اللغة، انه انا 75% من انتاجيتي بدي احطها حق كهرباء بينما لازم ادفع حق كهرباء 10-15% من انتاجيتي. ما هي كمان انه كهرباء مش مأمنة، مي مش مأمنة، وسائل نقل اليوم إذا بدك تروحي وتجي يعني المريض صار يحسب حساب بده يروح على الكارنتينا بده يحط 100,000 روحة و 100,000 رجعة، يعني وهو مش قادر هذا وبيروح مرات على الفاضي أو بيروح لمحل تاني، مش عم بحكي على الكارنتينا طبعا، بعطي مثل إنه كمان المواصلات والمستشفى كل الموضوع هو بس تطلع ريحة الغاز بالبلد إن شاء الله بتنفرج. بعدنا ما شميناش ريحة الغاز، بعد ريحة بتفائل إنه شمو دكتور بركي أنا ما ديك اليوم في ذاك مهودس شامم ريحة غاز طلعت لأنيني مسربي. طيب هل صحيح كمان إنه حتى أدوية التسكين مسكنات مثل المورفين اللي هو يؤخذ بمراحل متقدمة من المرض؟ مزبوط، هلأ مش مقطوعة، لا لا مش انفقدت فترة وانشغل عليها وهلأ في أدوية بالبلد. هلا في الدواء هذا شو بيصير بحاله المريض يا ستي الكريمه؟ هلا اللي هو قبل ما يتعالج قبل ما ياخذ دواء الحمد لله هلا شو بدي بي هلا الحمد لله في عندنا ادويه، في ادويه هلا حاليا متناول اليد لهم آليه، لانه اليوم ما في تعطي توصف مورفين كيف ما كان لكل الناس بمراحل متقدمه، لا مش بس بيكون اوجاع بد في إلى آليه ما راح نفوت بتفاصيلها. موجود الأدوية رجعت تأمنت، يعني انقطعت فترة صغيرة ما بتعرفي ما الوجع بيصير واحد يصرخ، بس انقطعت قلت الصرخة كبيرة، نفعت الصرخة ساعتها بعتقد هيدي صرخة يمكن نفعت أو هي ما بعرف ليش كانوا قاطعينهم، لأنه كمان هالأدوية هذه ما عنديش فكرة هلأ إذا مدعومين أو مش مدعومين، بس أنت بتاخدي إذن بشراء الأدوية من الوزارة، يعني الوزارة بتعطيكي في مكتب دائرة المخدرات بتتحقق من أنه في مريض بحاجة لمخدر تعطي بتسمح بصرف الوصفة والمريض بروح بيشتري من الصيدلية بيأمنهم. هلا حاليا ما عندناش مشكلة، أنا اللي شايفه إنه موجود الدواء موجود الأدوية. يقال إنه مثل ما كل شيء بالبلد عنا مرتبط بمصرف لبنان والسياسة المالية المعتمدة، كمان في ما بعرف هذا مش لإلك السؤال هذا يفترض يكون موجه، بس بدي مرق أهل المعلومة، كان يفترض يكون معنا النائب دكتور فادي علامة اللي هو رح يشاركنا بالشق الرسمي، ولكن كمان طرقت عليهم جلسات بالمجلس النيابي يعطيهم ألف عافية، على أمل إنه هالحركة يطلع منها بركة بالنهاية، عندهم انتخابات أو نحيي للدكتور طبعا ضيف عزيز بس اضطر إنه ما يكون معنا. بس اليوم نرجع المأساة لأصل التمويل اللي هو مصرف لبنان مسؤول عنه، كمان اليوم الشركات المستوردة عم بتوقف استيراد الدواء لأنه ما عم تصرف الاعتمادات. كله هذا ما تفوتي بهالتفاصيل، لبنان علينا حصار اقتصادي وفي ناس تؤتمر، اسمعي في ناس تؤتمر بأوامر معلمين انتهى الموضوع. مصاريفي والمصاريف بيعرفوها موجودة وبيعرفوا كيف يجيبوها، ولكن هلأ ممنوع خلص انتهى الموضوع، يعني قصة ما في شيء اسمه مصرف لبنان وما في شيء اسمه فلان وفلان وفلان وفلان، في قرار بمحل من المحلات متاخد بعدم الانفراج بالتضييق مثل بالفيول بالمحروقات بالكهرباء بالمي وبالدواء كمان، يعني وصل الموس للحية. هلأ اليوم صحة الإنسان صارت على المحك وما في حدا عنده الجرأة، في عنا مسؤول ما عنده عندهم يعني طبقة اللي هي بإيدها القرار، يعني كنت بتمنى حدا منهم شي مرة شوفه بنص الطريق وعم بيقول يا جماعة يعني يطالب بحقوق الناس انتخبتهم بدون استثناء، كل اللي انتخب بدون استثناء ما بيرفلهم جفن وجوههم بدون تعبير
بيحكوا مرات بيحكوا بس لشو أدى الحكي طبعاً. لذلك ما نفوت كتير بالتفاصيل يعني. أنا بس كلنا عارف لأنه من نهاية الأصل المكمن العلي معروف وين. طيب بدي أوقف عند الحالة النفسية للمريض دكتور، لأنه نحن أوقات رأسنا بيوجعنا بنضوج ونعرف أنه يمكن بناخد هالحبة بيمشي الحال، ولكن المريض اللي عنده هالمرض المؤذي المؤلم الخبيث اللي بينهش بجسمه بس يعرف أنه مش متوفر العلاج، قديه ممكن تدهور حالته، قديه قادر هو يضل يتسامى نفسيا أنه لا الوضع مليح وأنا مرتاح وكذا، ونعرف انه يعني الحاله النفسيه متوازيه مع الحاله الجسديه وبتاثر عليها اكيد 100%. من خلال مرضاك مثلا بروفيسور كيف عم بتشوفهم بهال معاناه؟ المرضى صار عم يتطلبوا وقت اكثر لنحكي معهم اكثر، عم نحاول ندقي طبعا لانه بهيك ظروف مش بس لحتى تسمعي لهم لحتى لي يعني اكيد هذا مجهود مش بس من ناحيه المريض، من ناحيه الطبيب كمان يعني من ناحيه الجسم الطبي. المريض بده دعم اكثر، بدك تشوفيه اكثر، بدك تحكي معه اكثر، تشرحي له اكثر، تفسري له اكثر. والمشكله لما بيكون دواء مش موفر بتعرفي يعني، مثل لما مش عم بيلاقي خبز، مثل لما مش عم بيلاقي محروقات، مثل لما مش عم يتدفى، ما في كهرباء. اضطر تكونوا صريحين بروفيسور. هلا شوفي ليكي هذا موضوع، لا هذا موضوع شائك. كل حالة تؤخذ بعين الاعتبار، كل حالة تؤخذ على حدة. يعني في ناس هن بيكونوا صريحين معك بتكوني صريحة معهم، في ناس انت بتقسيهم بتلاقيهم ما بيتحملوا انه يعرفوا الشيء اللي حقيقي. انت عندك يا بدك تقوليني بقى فيك بهالحالة هيدي، يا بتدوري الزوايا يا بتحكيهم يا بطريقة تانية. في ناس ما بيقدروا ابدا يعرفوا، في ناس مش عم بيقدروا يجوا، في ناس مش عم عرفتي كيف. حالات كل حالة بحالتها تدرس من هالناحية هاي، ولكن مثل ما تفضلتي وقلتي الحالة النفسية هي جزء كتير كبير من الموضوع. يعني ما بيكفي، في ناس بتصح من المرض وبتشفى وبعد كل 3-4 سنين من مرضها بتضلها تقلك أنا كنت مريضة وعملت عملية ما بتطلع منها. وفي ناس بتكون مريضة بيتحسن وضعها شوي بتلاقيها ظهرت الموضوع رجعت على شغلها وكأن شيئا لم يكن. يعني حوضة تفاوت هالطرفين هيدول، احنا بنعيش بيناتهم مع المرضى. يعني كل واحد من ناحية بنحاول نعمل له نساعده ليشفى بذهنه او بعقليته، والتاني لما بنحاول انه ما يغرق بالحالة اللي هو فيها، يعني نشيله من هذا. يعني في توازن لازم يضل معمول بين هالشغلتين هودي، وشغلة منها سهلة طبعا. اليوم كمان الكلام انه يصير في نوع من نظام مراقبه ادويه السرطان وتتبع، ما بعرف كمان حكي فيها الوزير انه يصير في نوع من نظام تتبع للدواء من مصدره وصولا للصيدلي وللمريض. هذه الفكره عمليه وشايفين هلا شوفي ليكي انا بحكي ما فينيش فوت بالتفاصيل لانه ما عندي كثير تفاصيلها يعني. هي ليكي اهم شيء لما بدك تاخدي قرار يكون عندك اليه مراقبه واليه تنفيذ. هلا ما عنديش معلومات قديش في عندنا قدرة على مراقبة تنفيذ هالآلية هاي، يعني ما بقدر أجاوب على هالسؤال بكل وضوح، بس هي جزء هاي الشغلة هيدي جزء من العمل اللي لازم ينعمل، انه طبعا يكون في اكتر، انا بقول اكتر من هيك مش بس اذا هالدواء عم يتاخد او لا، في شيء اسمه بالانجليزي outcome، يعني انه انت الاوتكم هو بتدرسي يعني معناتها نتيجة عمل عم انت عملتي. مثلا انا والله دخلت دواء جديد على البلد كلفني بالسنة كلها، عالج 50 مريض كلفني لنقول مليون دولار. في الناس اللي لازم تعرف اهم من تتبع الدواء والى اخره، شغلي بديش ولا اهم بنفس الاهمية، هي تعرفي انه هالخمسين مريض اللي اخذوا هالدواء هالسنة هاي شو كانوا عم ياخذوا قبل وشو كانت نتيجة علاجهم قبل؟ هل إضافة هالدواء الجديد هذا حسن من الإنتاجية تبع العلاج؟ يعني إذا كان عندي هونيك لنقول عم بيعيشوا سنة معدل وسطي سابقا هالمرضى هيدولي، انا دخلت دواء جديد قديش عم بيعيشوا هلا؟ وهيدي مفقوده، ما في دراسات، ما في ابدا ولا شيء ابدا. وحاولنا لا انت بتقولي اقل ما يمكن، هيدي شغله اقل ما يمكن يكون عندنا دراسات. يعني انا مش بدي بروفيسور. ما انت بتعرفي اليوم بيقول لك بدك تجيب لي العلبه الفاضيه اذا كان المريض اخذ دواء ولا لا،
تفضل هاي العلبة الفاضية جبت لك اياها. اول شيء العلبة الفاضية ملوسة والدواء انفتح واتخد منه وانت عم بتصير يعني شغلي ما ما ما, ما لها كتير فايدة اني انا مريض اتنقل. اول شيء بالعلبة الفاضية تبعون الادوية واخدهم وراحوا واجا فيهم لا تثبت له بعدين انت هو بدك تكبهم هيدول. نحن بالمستشفيات مجبورين بالوحدات اللي بيعالجوا فيها بيعملوا علاجات كيميائية يكون عندهم آلية للتلف. طيب انت عم تظهر علب فاضي واناني فاضي والاخر هيدي واحد. اثنين انت اذا تتبعت اذا المريض اخذ الدواء ولا لا. طيب اخذ ولا المريض دواء بس الاهم من هيك هو آلية تتبع نتيجة العلاج اللي اخذه المريض نفع ولا ما نفع. مش نفع مريض واحد نفع المجموعة. بالنهاية انت عم تعالجي صحيح عم تعالجي شخص بس لما عندك مرض معين او عندك شريحة معينة من المرضى عم تجيبي لهم ادوية لكلهم عم تجيبي مبلغ معين ادوية لكل هالناس بدك تعرفي اذا النتيجة النهائية على كل الناس كيف كانت لحتى تستمري بهالشيء. وهيدي عملية دراسة الأوتكم أو الفعالية أو الإنتاجية تبعية المشروع اللي أنت عملتيه هي المؤشر الصحيح اللي لازم يكون موجود لحتى لي تعرفي إذا بتستمري بهالآلية إيه أو لا. اللي هي أهم الأدوية بتعملها هيدي لحتى تزيد من رصيد هني لما بيعملوها لما بيكونوا عارفين إنه رح تطلع إيجابية ولو عندهم نصراء لا إنه ما بدنا نكون كتير نظرية المؤامرة هي بيعملوها كمان للفايدة المنفعة العامة يعني ليحسنوا الريسيرش تبعهم الابحاث تبعهم مستقبلا يشوفوا اي من الادويه بدهم يكفوا فيه اي طريق بدهم ياخذوا. بقى المؤشر هو تبعنا الادويه وعرفنا ان المرضى عم ياخذوا الادويه يعني احنا صرنا مش عم نعالج المريض عم نحارب الحراميه عرفتي كيف. انا هدفي هو علاج المريض بالنهايه. طيب في استرسلنا بالدقائق الأخيرة اليوم معرينا بالجرايد أنه لقاح السرطان بات وشيكا يعني بظرف 8 سنين أحد بدأني بشوي بالتفاؤل ما بعرف قد المعلومات ما هو ما بعرف ما عنديش قدين إحنا بعدنا بدنا نصارع شوفي لحلك المرض بالرغم من كل التطور الطبي أم الممنوع هيدا الدواء عفوا المرض يلتقال وعلاج كمان بسياسة دولية تجارية مش كتير أنا مقتنع بهالشيء أنه ممنوع استقالوا علاج. الموضوع شائك وصعب كتير. السرطان مش مرض واحد. كلمة سرطان لما بيكون عندك وحتى هلا شخصاً او مش بس تشخيص المرض لبل الدخول باعماق المرض والمسببات الجينيه للمرض وهيدي عمليه سرطان عمليه كتير كتير شائكه وانا مقتنع انه مش بالهين رح نلاقي دواء يشفي كل الامراض او يشفي كل السرطانات لانه اليوم بوجود بعد ما الجينوم البشري صار معروف الطفرات خريطة. الطفرات الجينيه اللي بتؤدي الى سرطان بعض الخلايا صارت معروفة وعم يلتقى دواء بترجع الطفرات الجينية لورا وبتحجم المرض وبتقلل من هذا وصار في عنا تقريبا نسبة معينة من الناس اللي ما كانوا يصحوا صاروا عم بيصحوا إلى آخره. التطور بطيء نشغل كتير على اللقاحات بالسرطانات لحد هلأ في لقاحات شو اسمه يعني بتجنب الإصابة ببعض الأمراض اللي هي مسببة للسرطان يعني نتيجتها غير مباشرة مثل لقاح الـ HPV عند البنات الصغار قبل ما يتجوزوا إلى آخره. هذه العنق الرحم تنعكس إيجابا على نسبة حدوث عنق الرحم. في لقاحات للصفيرة بي مثلا والصفيرة سي لا الصفيرة بي إلى لقاح هاللقاحات هيدي جنب قللت كتير كتير من حدوث أو من زيادة نسبة الصفيرة بي بالمجتمع لأنه نحن بنعرف أنه الصفيرة بي هي عند جزء من هالناس اللي بينصابوا فيها بيعملوا تشمع كبد ومن بعد تشمع الكبد بيعملوا سرطان بقى يعني بغير طريقة غير مباشرة اللقاحات وعملية انه اللقاح مباشرة ضد السرطان انا بقول انه مش مستحيلة ولكن عسيرة بدها وقت. وهلا العلاجات المناعية يعني فهمنا خطونا خطوة كتير كبيرة وفهمنا بعض الامور اللي ما كنا نعرفها قبل واللي هي بتشجع
وعم بس بعض هذه الأدوية اليوم مفقود بلبنان مش هيك دكتور؟ مثل دواء خليني أقول اللي هو يعتبر من أهم الأدوية الأوبديفور أون أوف يعني مثل زر الكهرباء ساعة ساعة على كل هالأدوية هذه أوبديفو أو غير أوبديفو هذا نعم. في كتير أدوية مناعية تانية كمان بتتواجد فترة وبتنقطع فترة وعملية نقلة كنت عم تقولي لي عملية نقلة من برا لهوني منا بالشغل السهل لأنه لما الدواء لازم ينحفظ بشكل دائم بين 2 و8 درجات يعني إيه عندك على القليل محل من المحلات 5-6 يعني. ساعات الدواء ما بيكون مأمن له هالهيدا يعني وما حدا بيقدر يعرف شو عم بيصير بالمادة الموجودة إذا عم تتفكك إذا بتضلها مثل ما هي وما حدا كلها فيها ريسك اليوم بروفيسور كله إيه يعني هيدي العملية هيدي يعني بأشي لحتى يا مدام ما في أشي حدا بيتعلق بأشي ما ينقال إنه بنجرب الدواء ما هو هيدي كلمة نجرب هي كلمة لا أخلاقية لأنه نحن ما فينا نعمل هالشغلة هيدي نجرب على الناس نحن الأدوية لازم تكون مجربة ولازم تكون فعاليتها ثابتة بنسبة معينة قبل ما نعطيها للمريض يعني نحن صفينا هلأ عم نشتغل بطريقة فوضوية أقل ما يمكن أن أقول أنه فوضوية عم نعطي دواء مش عارفين معنا ساعة هلأ ببعض المراكز عندهم القدرة أنه يحللوا الدواء عندهم مختبرات يشوفوا إذا المادة بعدها موجودة على الأقل إذا الدواء ما في بقلبه مواد صالحة بيعرفوا بيكبوا الدواء ولكن هيدي شغلة مؤسسات كبيرة وشغل الدول تعملها تركز مصاري كمان شكرا بروفيسور نزار أهلا وسهلا فيك أهلا فيك دكتور نزار بيطار حضرتك رئيس سابق للجمعية اللبنانية لأطباء التورم الخبيث واختصاصي بأمراض الدم والأورام الخبيثة يعطيك ألف عافية بالنهاية كمان الدكتور عم يعاني مع مرضى وبهمه كمان إنسانيا أنه يوفر له العلاج المطلوب بس الظروف اليوم ضغطة على الكل فنسأل الله يعني قريبا هيك بس بدها حركة مش بس نسأل الله يعني بدها ثورة بكل معنى الكلمة أنا بقول لك بدها دعاء مثل ما عم تقول دعاء من القلب يعني مثل ما قولوا سقطت أسباب الأرض فلتدخل السماء فلتدخل السماء الله كريم شكرا شكرا بروفيسور شكرا لكل اللي تابعونا بهالحلقة وإن شاء الله نكون قدمنا فكرة وافية على المعاناة اللي عم بتصير وبالنهاية هيدا ياخد طريقه لتشكيل رأي عام اليوم برفض كل التعدي على أمننا الصحي للأسف اللي صار بمراحل يمكن يرثى لها على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل دمتم بخير وصحة وعافية السلام عليكم معالجة قضايا الناس الحقيقية